أمرت سلطات الدفاع المدني في نيوزيلندا بإجراء ميات السياح والسكان المحليين من بلدة كايكورا الجزيرية بجنوب البلاد، والتي تعود أو تعد الأكثر تضررا من زلزال أمس الذي أسفر عن مقتل شخصين. تعرضت بلدة كايكورا لزلزال قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، تلته في 24 ساعة التالية 900 هزة ارتدادية، بلغت درجات بعضها 6 درجات على مقياس ريختر. وأدى الزلزال إلى أضرار شديدة بالطرق الرئيسية وتقطع السبل بالسياح البالغ عددهم 1200 سائح والسكان المحليين البالغ عددهم 3000 ساكن. هذا وأرسلت السلطات المروحيات ورجال الشرطة إلى المنطقة لإجلاء الناس في أقرب وقت ممكن، كما أرسلت 9 فرق إنقاذ. هذا وبعد وقوع الزلزال ألغى رئيس الوزراء النيوزيلندية زيارة كان مخططا لها إلى الأرجنتين.